افتتحت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة النسخة 11 من مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا تحت شعار تحقيق التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي للصناعات والشركات والحكومات. وخلال المؤتمر تمت الإشارة إلى تطوير استراتيجيات التقنية لوضع المملكة على المسار الصحيح للمستقبل، بما في ذلك تشجيع المستهلكين على استخدام المنتجات والخدمات المستدامة وإعادة توجيه رأس المال إلى الحلول المستدامة. كخطوة مهمة تضاف لمملكة البحرين إلى جانب جهودها المبذولة نحو التشجيع على التحول الرقمي، تنطلق النسخة 11 من مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا لتسليط الضوء على أهمية اهتمام الحكومات بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات الذي أضحى أحد دعائم الاقتصاد الوطني لما يقوم به من دور هام في تعزيز النمو التجاري والتجارة الإلكترونية. طبعا التحول الرقمي هو ليس تحول إلكتروني فقط، بل هو تحول في النظم، تحول في حتى الناس وكيف يتعاملون مع هالنوع من التقنية. طبعا لما نتكلم بهذه الشمولية معناته هالنوع من التغير راح يأثر على كل قطاعات الاقتصاد في البلد، من ناحية فردية إلى الشركات إلى المؤسسات إلى الحكومات، فبالتالي راح يخلق فرص عمل جديدة في نوع معين من التقنية اللي نحتاجها في سوق العمل اللي حالياً تونا بادين احنا نتلمس هالنوع من الاحتياجات. فوائد التحول الرقمي وفوائد العالم الرقمي كثيرة جداً بالنسبة للشركات الصغيرة، انها بتستطيع ان تنتشر وتنمو دون حاجة الى عدد كبير من الموظفين، بل الى افكار جيدة وبنية قوية و قاعدة من المعلوماتية ومن التكنولوجيا الجيدة. اعتماد مملكة البحرين للتقنيات السحابية والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة إلى جانب البنية التحتية الرقمية المتطورة، جميعها عوامل أساسية في جذب الشراكات مع رواد عالميين في مجال التكنولوجيا، مما يسهم في زيادة الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتجارة الدولية. مشاركتنا اليوم في هذا المؤتمر هي شيء مميز بالنسبة إلى طلبتنا. إحنا طلبتنا الشيء اللي يميزهم في مملكة البحرين أنه هم يطبقون يمزجون النظرية مع التطبيق في مجال الذكاء الصناعي، الحوسبة السحابية، وكذلك في مجال السايبر سيكوريتي اللي راح يبتدئ من العام الدراسي القادم إن شاء الله. شاركت مركز ناصر للبحوث في مجال الذكاء الاصطناعي، مهم جدا لنشر التوعية في هذا المجال ونشر مدى أهمية الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بشكل عام. يطرح المؤتمر في أجندته تطوير الاستراتيجيات التقنية وإلهام الحكومات لتبني نهج مستدام، إلى جانب تشجيع المهنيين والشركات على مناقشة كيف يمكن للتحول الرقمي تحسين أعمالهم وزيادة الإنتاجية. في إطار الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم الناتج المحلي الإجمالي، تتجه مملكة البحرين نحو تشجيع الشركات والمشاريع المحلية التي تتبنى أفكاراً وحلول تكنولوجية متقدمة لجعل البحرين وجهة جاذبة لإقامة مشاريع مبتكرة. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.